جديدة هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما، والنهاردة هنعمل تريلر رياكشن جديد لمسلسل رمضاني جديد، مسلسل اسمه فرصة تانية. فرصة تانية ده بتاع ياسمين صبري وأحمد مجدي، وفي كمان إدوارد، هبة عبد الغني وسارة الشامي وكريم عبد الخالق وهبة مجدي وكريم سرور، ومن إخراج مرقص عادل. صراحة أنا مش من محبين ياسمين صبري، ف صعب برضو إن أنا أتفرج عليها في مسلسل رمضاني، لأن أنا لحد دلوقتي أنا ياسمين صبري مش مقتنع بيها كممثلة، أو ما عملتش دور يعني علم معايا عشان أقول مثلا لا دي ممثلة شاطرة. زي بالظبط كده زي أمينة خليل. أمينة خليل في الأول ما كنتش مقتنع بتمثيلها نهائي، بس ابتدت مع الوقت تتحسن. يعني ياسمين صبري لحد دلوقتي لا، يعني انا بالنسبه لي ياسمين صبري مع الاسف مش قادر اقتنع بتمثيلها نهائي. يعني حتى المسلسل بتاع السنه اللي فاتت ما اتفرجتش عليه، الناس اللي انا اعرفها شافوا المسلسل وكده، في ناس كتير اعرفها شافوا المسلسل قالوا لي طبعا انطباعات سلبيه جدا عن المسلسل، تمثيل كان واقع خالص، قصه واقعه خالص، عشان كده تجنبتها يعني السنة اللي فاتت. صراحة يمكن تفاجئنا السنة دي برضو، على الرغم ان انا اشك في الموضوع ده ان هي ممكن تفاجئنا السنة دي. لحد دلوقتي اكون صريح معاكم، انا يعني زعلان جدا بالنسبة لمسلسلات رمضان. يعني انا مش شايف اي مسلسل يعني نقول اللي هو لا فعلا لا المسلسل ده هيبقى حلو، لا المسلسل ده انا يعني بص انا مستني المسلسل ده بفارغ الصبر، اليوم كام يوم اللي جايين دول انا هستنى بفارغ الصبر. نفس يعني ما عنديش نفس الهايب اللي مثلا كانت الفترة اللي فاتت دي كلها، زي مثلا لا كازا دي بابيل لما نزل ما كانش عندنا الهايب بتاع سيزون 4 اللي احنا هنموت ونتفرج عليه وخلاص ومستنيين وبنعد بالوقت وبالثواني، والناس صحيت الساعة 10 الصبح عشان تتفرج على المسلسل، اللي زي حالاتي صحيت 10 الصبح عشان تتفرج على المسلسل، وهوب اتفرجت وهوب كتبت السكريبت وهوب عملت الريفيو وعملت ابلود. ف ما عنديش الهايب ده خالص بتاع مسلسلات رمضان صراحة السنة دي. حاسس لحد دلوقتي الدنيا ميتة بطريقة مش طبيعية. يعني أنا حاسس إن يعني لحد دلوقتي أكتر مسلسل حرفيا شدني وأنا قاعد بتفرج على التريلر وأنا بعمل لهم تريلر رياكشن مسلسل عادل إمام. صراحة ده المسلسل الوحيد اللي شدني، أو ده ممكن أقول المسلسل الوحيد اللي ممكن فعلا أتفرج عليه وأنا مثلا بفطر مثلا في الفطار ولا حاجة، أو ده المسلسل ممكن فعلا يضحكني. إلا ممكن يظهر لسه في مسلسلات تانية لسه ما ظهرتش، يعني لسه في مسلسل بتاع يوسف الشريف لسه ما نعرفش عنه أي حاجة، مسلسل بتاع أحمد فهمي وأكرم حسني عملوا تيزر صغير 15 ثانية، بصراحة كسلت إن أنا أعمله حلقة يعني مش عايز أعمل حلقة كاملة عشان مجرد تيزر 15 ثانية. يعني في مين تاني لحد دلوقتي يعني حاسس ان الدنيا فاضية خالص، يعني مفيش مسلسل لواحد اللي يعني خالص، يعني مفيش مسلسل عدل صراحة لحد دلوقتي او متحمس ان انا فعلا بجد عايز اشوفه. يعني النهاردة عندنا التريلر بتاع فرصة تانية، يعتبر تقريبا ده الاوفيشال تريلر او تيزر او وات ايفر، هو مدته دقيقة. اكون صريح معاكم سواء ده تيزر او ده تريلر انا مش هعمله، يعني لو نزل اوفيشال تريلر بعد ده مش هعمله بصراحه تريلر رياكشن. يعني ياسمين صبري ما مش هقدر انا اتفرج عليه مره واحده بس، يعني يمكن ده لو تيزر ممكن يعجبني مثلا التيزر واعمله تريلر رياكشن ما عنديش اي مشكله، بس لو انطباعي اللي جوايا قبل ما اشوفه فهكتفي يعني بهذا القدر الدقيقه دي وشكرا على كده، يعني هعدي الترقب على طول يعني. بس فهتفرج على التيزر ده او تريلر او وات ايفر، هو تقريبا ده اوفيشال تريلر، عندي احساس ان ده اوفيشال تريلر مش تيزر. وحدي على طول الترقب، حدي كام من 10؟ لو حسيته تيزر قوي او حسيت ان انا عايز اشوف حاجه لسه في التريلر اللي جاي مش حدي درجه الترقب وهستناها للاوفيشال تريلر. طبعا كالعادة مشوفش تريلر ولا مرة، سوري لو طولت عليكم، هخش على طول على التريلر دلوقتي لأول مرة هتفرج عليه معاكم اهو، يلا بينا. مالك احنا لازم نتكلم، أنا بحاول أوصل لك بقالي أسبوع مش عارف أوصل لك ولا حد بيرد عليا. إزاي عشان أنا فعلا نسيتك. لكن ما بطلتش أحلم بيها. عايزك تفكري ألف مرة في أي حاجة وأنت بتعمليها إن كانت هترضيني ولا لأ. ليه عملنا ببعض كده؟ النهاية جت بدري قوي.
لا لا لا، مش هقدر مش هقدر اتفرج على المسلسل ده للاسف، برضه لدواعي صحيه زي مسلسل سكر زياده، للاسف مش هقدر اتفرج عليه. طبعا الكاست ليست احنا اوريدي قلناها، مسلسل شكله رومانتيك دراما، ياسمين صبري، وهيبقى فيه بقى اكيد خيانة في الموضوع، احمد مجدي اكيد مرتبط بيها، خطيبها، جوزها، صاحبها، وات ايفر، اكيد هيخونها وهيرتبط بحد تاني وهتكتشف الخيانة وهترجع تاني يعني اكيد مش هتفرج. انا مش هت... انا حرفيا يعني معلش يعني مش هتفرج على المسلسل ده، يعني مسلسل هيبقى 30 حلقة، صح؟ مسلسل هيبقى 30 حلقة، انا مش هتفرج على 30 حلقة علشان خاطر يعني 30 حلقة عشان مجرد مثلا يصالحها فرصة تانية، ما هو المسلسل اسمه فرصة تانية، يعني مش هيصالحها في 30 حلقة عشان بعد كده ان هو يرجعوا مع بعض تاني، لا انا مستحيل اتفرج على كده يكون يحصل لي حاجة. نسبة ترقبي هي صراحة 4/10، مش اكتر من كده المسلسل ده، يعني مش حاسس ان انا برضو هايبت، مش حاسس برضو باي حاجة. يعني دي كانت الحلقة النهاردة، اتمنى الحلقة تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم في فيديوهات تانية قريب، ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقة عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستجرام، اشوفكم الحلقة الجاية.